الزمخشري بالنسبة للمعتزلة يرون أن الرؤية الأخروية منفية، وهذا مخالف لأهل السنة، ونحن عندنا كثير من النصوص المثبتة للرؤية، والله يقول بكتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والنصوص في هذا كثيرة جدا في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة سواء في الجنة أو في الموقف. هل نزعته الاعتزالي هو معتزلي أثرت عليه بذلك، ولذلك نعم أثرت عليه بالكشاف وفي كثير من المواطن، وتتبعها صاحب الحاشية أحمد فكان يرد عليه فيها، كان يلتبسها بالمناقش، ولكن مع ذلك ما ينسب إلى الزمخشري من أنه قال إن لن للتأبيد ليس في الكشاف، فإنه لما ذكر معنى لن حتى في النموذج معاني الحروف، المعتزلة يرون أن لن تراني نفي المطلق يشمل الآخرة ويشمل الدنيا لأن لن للتأبيد، والسيوطي في عقود الجمان في البلاغة يقول وقيل للتأبيد لكن ترك ورده لابن خطيب زملكاء.